إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تحدث بين عشية وضحاها، وعلى الناس أن يتحركوا لإحداثها، مقولة قالها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وأحد أعظم الزعماء على مر العصور. فلكل وطن فرسانه ورجاله الذين يؤدون واجبهم اتجاه شعوبهم وأوطانهم ويواجهون التحديات والصعاب. وعند الحديث عن هؤلاء يبرز دور مهاتير محمد، أحد الذين سطع نجمهم في تاريخ ماليزيا الحديث، فقد استطاع تحويل ماليزيا من دولة فقيرة إلى نمر اقتصادي يوازي في تحويله التجربة اليابانية، وتمكن من تغيير وجه ماليزيا والنهوض بها تنموياً وجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة. فأصبح الفكر التنموي لمهاتير محمد مثالاً يحتذى به. في عام 1925 ولد مهاتير محمد بولاية قيدام بماليزيا، وهو الابن الأصغر لتسعة أشقاء لوالده محمد اسكندر، وهو من أصول هندية. أما والدته فهي ملاوية. عمل والده مدرساً في مدرسة ابتدائية براتب زهيد لم يكن يكفي حتى يحقق حلمه في الحصول على دراجة يذهب بها إلى المدرسة الثانوية. خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الاحتلال الياباني لماليزيا، عمل بائعاً للموز والوجبات الخفيفة في الشوارع لتوفير الدخل لأسرته. التحق بالدراسة بكلية السلطان عبد الحميد، ثم درس الطب بكلية الملاي في سنغافورة، والتي كانت تعرف بكلية الملك إدوارد السابع الطبية. كما قام بدراسة الشؤون الدولية بجامعة هارفورد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967. بعد تخرجه عمل بمهنة الطب بعيادته الخاصة، والتي كان يقوم بعلاج الفقراء بها مجاناً. كما عمل كضابط طبيب بسلاح الخدمات الطبية. عرف باهتماماته السياسية، فانضم لتنظيم اتحاد الملايو، حيث تدرج فيه حتى أصبح عضو المجلس الأعلى لتنظيم اتحاد الملايو الوطني. أما عن حال ماليزيا قبل النهضة المهاتيرية، فقد كان الناس يعيشون في الغابات، وكان متوصل دخل الفرد أقل من $1000 سنوياً. فقد كان أغلب أفراد الشعب يعانون من فقر مدقع، وكانت الصراعات الدينية على أشدها بحكم كثرة الديانات، فماليزيا بها 18 ديانة، كذلك العديد من الأعراق، فمنها السكان الأصليون وهم الملايا، وقسم آخر من الصينيين والهنود وأقليات أخرى. بدأ ظهور محمد في الحياة السياسية الماليزية عام 1970، وذلك عندما ألف كتاباً بعنوان معضلة الملايو، انتقد فيه بشدة شعب الملايو واتهمهم بالكسل والاتكالية، داعياً فيه إلى ثورة صناعية شاملة تتيح لماليزيا الخروج من حلقة الدولة الزراعية الفقيرة. وكان في ذلك الوقت عضواً في الحزب الحاكم الذي يحمل اسم منظمة الملايو القومية المتحدة. وبرغم ذلك قرر الحزب منع الكتاب من التداول نظراً للأراء العنيفة التي تضمنها، وأصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لا بد من أن تحضر مؤلفاته. غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، مما يدل على حنكته السياسية، فهو لم يغضب ولم يترك الحزب، بل بالفعل صعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة حتى تولى رئاسة وزراء بلاده عام 1981، كما عرف بقدرته الفذة على كسب الأتباع داخل حزبه، وأيضاً بتصريحاته القوية تضامناً مع القضية الفلسطينية. And forced to leave their land, their homes and farms were seized. They tried to fight the conventional war with help from sympathetic neighbors. The friends of Israel ensured this attempt failed. وبالفعل على هذا الأساس لاح نجمه وانتخب لرئاسة الوزراء مدة 22 عاماً، مما أتاح له الفرصة كاملة. ومن هنا بدأت نهضته الشاملة، تلك النهضة التي تعتمد على تحويل ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية مثل القصدير والمطاط إلى دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاع الصناعة فيها والخدمات بنحو 90% من الإنتاج المحلي والإجمالي. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التطور أن انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من $1200 في عام 1970 إلى $9000 عام 2002، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%.
كان سبب ذلك تبني مجموعة من السياسات التي أتاحت لماليزيا بأن تكون البيئة المثالية لأفضل الاستثمارات في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي، فقد رسم خريطة لمستقبل ماليزيا حدد فيها الأولويات والأهداف والنتائج، فقرر أن يكون التعليم والبحث العلمي هم الأولوية الأولى على رأس الأجندة، وبالتالي خصص أكبر قسم في ميزانية الدولة ليضخ في التدريب والتأهيل والحرفيين والتربية والتعليم ومحو الأمية وتعلم الإنجليزية، كما أرسل عشرات الآلاف كبعثات للدراسة في أفضل الجامعات الأجنبية، وأعلن للشعب بكل شفافية خطته واستراتيجيته، وأطلعهم على النظام المحاسبي الذي يحكمه مبدأ الثواب والعقاب للوصول إلى النهضة الشاملة، فصدقه الناس ومشوا خلفه ليبدأوا بقطاع الزراعة، فغرس 1,000,000 شتلة نخيل زيت في أول عامين لتصبح ماليزيا أولى دول العالم في إنتاج وتصدير زيت النخيل. ثم قرر النهوض بقطاع السياحة، فحول المعسكرات اليابانية التي كانت موجودة من أيام الحرب العالمية الثانية إلى مناطق سياحية تشمل جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والمدن الرياضية، لتصبح ماليزيا مركزاً عالمياً للسباقات الدولية في السيارات والألعاب المائية والعلاج الطبيعي، ليرتفع الدخل القومي من السياحة من 900 مليون دولار سنوياً إلى 33 مليار دولار سنوياً خلال 20 عاماً فقط. كما أنشأ عاصمة إدارية جديدة بجانب العاصمة التجارية التي يقطنها الآن أقل من 2,000,000 نسمة، ولكنهم خططوا أن تستوعب 7 ملايين بحلول عام 2020، ولهذا بنوا مطارين وعشرات الطرق السريعة تسهيلا للسياح والمقيمين والمستثمرين الذين أتوا من الصين والهند والخليج. إذا استطاع مهاتير محمد في غضون 22 عاما أن يحلق ببلاده إلى أعلى المراتب بين الدول، ثم قرر أن يترك منصبه لتدور الحياة بشكل طبيعي بعد أن اطمأن على مستقبل وطنه، وأصبح الأسطورة الماليزية التي ستبقى خالدة بمرور العصور.